بهدف ضمان خدمة عمومية وتوفير كل المستلزمات التي يحتاجها المواطن. نظمت مديرية التجارة والترقية الصادرات لولاية برج بوعريريج خرجة ميدانية بالتنسيق مع الدرك الوطني ومصالح الأمن للوقوف على مدى استجابة التجار للمداومة خلال أول أيام عيد الفطر. كل المنتوجات متوفرة، سواء اللحوم، الخضر، الفواكه، الحليب، في كل نقطة، يعني الخدمات متوفرة إلى أقصى نوع من الخدمات، وبالتالي المواطن يعني راح يلقى كل الملتزمات اللي يمكن يستحقها. احنا كما لاحظتم معنا في الخرجة الميدانية، احنا رحنا زرنا عدة أنشطة تجارية، والحمد لله نسبة المداومة في ولاية برج بوعريريج راها لحقت 100%. عدة أنشطة تجارية لم يتم تسخيرها إلا أنهم فتحوا أبو أنه يكونوا حاضرين ومتوفر عندهم السلع والخدمات. التجار بدورهم أكدوا التزامهم واستجابتهم للمداومة خلال عيد الفطر لتوفير كل ما يحتاجه المواطن من مواد استهلاكية. منجندين باش نكونوا حاضرين لهنا في المطاحن وما نوقفوش الانتاج تاعنا باش نوفروا الانتاج. كما تعلم الشعب الجزائري يطلب بزاف المادة السميد والفرينة في هذه المناسبة. التزم بالقوانين تاعنا وتجور نخدموا كل تعيد بلا مدير التجارة بلا والو نخدموا حنايا. ولإنجاح المداومة خلال عيد الفطر سخرت مديرية التجارة لولاية برج بوعريريج أكثر من 1200 تاجر يمثلون عدة نشاطات إنتاجية وتجارية لضمان استمرارية التموين خاصة فيما تعلق بالمواد الضرورية الواسعة الاستهلاك.